تمت المية ترجع عليها ونزلنا فيها. فايش نحن مثلا نزلنا الرايس كان كله عند الحركات ودعنا وقمنا بقطع الحبل هذا. احنا سمعنا اول صوت عجوز انا تصرخ لما ضباب مرأة تصرخ بالفجر بضوء الضي مرأة تصرخ انا من الركام راكبة عليك الليل. قاعدة داخل الثلج. قاعدة في الثلج. وتصرخ. وين اختي؟ وين اختي؟ ونزلوا يقروا اثنين كان عندي مكان الباشا وعدوا دخلوا على العجوز وجابها الولية مرأة عالية كانت هذا. الجثة اللي في البحر يعني تعامل معها أسهل من الجثة اللي برا من البحر. يعني نسبة الملوحة بتدير عازل على الجلد بيكون التعامل معها أسهل.